بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 22 فبراير 2022 ميلادية الموافق 29 شعبان 1444 هجرية، وقد درس المجلس وناقش واصطدق على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات من أهمها. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى المكتب الوطني للتقييس والمعايرة وبتحديد قواعد سير عمله. مشروع مرسوم يتضمن إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، وستتدخل كل من معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة ووزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة كل فيما يعنيه على أن أفسح المجال للرد على أسئلتكم. شكرا معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. كان لي الشرف اليوم أني قدمت مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية تدعى المكتب الوطني للتقييس والمعايرة، وهذا المرسوم الهدف منه هو تطبيق مادة من القانون رقم 003/2010 المتعلق بالتقييس والترقية. والهدف من تطبيق القانون هو إيجاد المتطلبات التقنية المطلوبة على المستوى الوطني والمستوى الدولي فيما يتعلق بالمواد في موريتانيا. وهذا المكتب مهمته لا يعود هو أنه يوضع المعايير ويتحقق من مطابقة المواد للمعايير وكذلك قياسات الأجهزة والأوزان وفضاء أو المكان اللي يقام فيه بعملية التقييس، سواء كان وزن أو قياس طول أو قياس أبعاد تتعلق بالمادة أخرى، والله كذلك المؤشرات اللي مكتوبة على خارج المادة على تعليبها ولا على الأجزاء الخارجية، وهو اللي يعود يقوم بإصدار الشهادات اللي تثبت أن المادة مطابقة للمعايير ولا هي مطابقة لها، وهو اللي يعود من اللي يصدق على الاعتمادات الهيئات اللي تعدل ذاك التصديق، وهو اللي يعود يتفق مع الهيئات المماثلة في العالم ياك يعود اللي يعدل من التقييس في موريتانيا معتمد ملي حسب المعايير الدولية. وهذه المهمة كانت تقوم إدارة مركزية في الوزارة بجزء منها، غير الأجزاء المتبقية منها ناص القانون اللي تخلق لهم هذه الهيئة، وإذا تم إنشائها اليوم بموجب هذا المرسوم. وشكرا. تشرفت اليوم الأربعاء 22 من مارس 2023 بتقديم بيان أمام مجلس الوزراء حول بعض التغييرات المتعلقة بترتيبات المرسوم المشي للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة الذي أنشأته الحكومة الموريتانية بتاريخ 3 نوفمبر 2020، ليشكل آلية جديدة تساهم في تنفيذ رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة الموريتانية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. يهدف هذا المرصد من بين أمور أخرى إلى ومساعدة الحكومة في مجال الإرشادات والتوجيهات الاستراتيجية لصالح النوع الاجتماعي وترقية حقوق المرأة والفتاة، كما يهدف إلى مساعدة البرلمان والمجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية في مجال الإرشاد والتوجيه وترقية حقوق المرأة والفتاة. أيضاً يهدف إلى تقديم الدعم في إعداد استراتيجيات التنمية المرتبطة بحقوق المرأة والفتاة وإدماج بعد النوع في البرامج التنموية، كما يهدف إلى المشاركة في مجهود المناصرة ودعم الحركة الوطنية لصالح ترقية حقوق المرأة والفتاة، والقيام بمتابعة الالتزامات الدولية والإقليمية للدولة ومتابعة احترام القوانين الوطنية المتعلقة بترقية حقوق النساء والفتيات. أيضاً يهدف إلى نشر تقرير مقارن كل سنة عن الظروف للرجال والنساء، الظروف العامة للرجال والنساء في كافة قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وبالنظر لجسامة هذه المهام وما تتطلب من استقلالية إدارية وأخذاً بالحسبان لمجموعة العراقيل التي طبعت عمل المركز في السنتين
المصارمتين قررت الحكومة مراجعة المرسوم المشي له وجعله تابعا للوزارة الأولى، والتنصيص على أن يكون مرتبته تعادل مرتبة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فيما يتعلق بالعلاوات والرتب والمزايا. كما تم رفع عدد أعضاء المرصد ليصل إلى 23 بدلا من 22 بعد إضافة قطاع التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي. قد نص المرسوم الجديد على أن تكمل رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة ما تبقى من مأموريتهم طبقا للمرسوم رقم 174/2021 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2021، القاضي بتعيين رئيسة وأعضاء المرصد المجلس الوطني للتوجيه للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة. ذلك هو فحوى البيان الذي تم تقديمه اليوم بخصوص المرسوم المشير للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد الوزراء، ومهنيكم مناسبة شهر رمضان مبارك إن شاء الله عاد الله ينعلكم. السؤال الأول يتعلق بمعالي وزير التجارة. معالي وزير، من درى كان تم تثبيت أسعار المواد الأساسية في شهر رمضان مبارك. السؤال الثاني يتعلق بمعالي سيد الوزير، نشرفه بحضورها لأول مرة معنا هون، ومن درى سيد الوزير هذا المرصد من درى كانوا عنده استقلالية مادية كيف الهيئة اللي ذكرتها كانت حقوق الإنسان، ومتى ستبدأ سيد الوزير بث قناة الأسرة؟ شكرا. سؤال موجه لوزير معالي وزير التجارة يتعلق بمدى وفرة المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، وهل هناك خطة لتثبيت هذه الأسعار، وما هي عملية رمضان، ما هي المواد المولية الأساسية اللي تم تضافتها هذه السنة؟ السلام عليكم ورحمة الله. السؤال موجه لوزيرة العمل الاجتماعي، ما هي المشاريع التي جهزتها الوزارة اللي فيها تلهش خلال شهر رمضان الكريم؟ سؤالي الأول موجه لمعالي وزير تجهيز النقل الناطق باسم الحكومة. معالي الوزير، في الأمس تداولت وسائل الإعلام تصريحات مستفزة وخطيرة لوزير المالية الإسرائيلي وهو يميني متطرف. مفاد هذه التصريحات أنه أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني. هذه التصريحات طبعا أدت إلى بيانات استنكار من وزارات خارجية مثلا مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. هل عقبت الحكومة البريطانية على مثل هذه التصريحات اليمينية المتطرفة؟ هناك سؤال لمعالي وزيرة العمل الاجتماعي. معروف أن يتقاطع مع حقوق المرأة والفتاة، هناك خصوص بعض المشاركة السياسية للمرأة الموريتانية. معروف أن نسبة المشاركة للمرأة الموريتانية تعتبر جيدة بالمقارنة مع دول الإقليم وحتى الحيز العربي، ولكن دائما هناك تطلعات من المرأة الموريتانية لزيادة ما يسمى بالمشاركة السياسية وزيادة التمثيل على المستوى الانتخابي وعلى المستوى. هناك 20% معروف أن هناك 20% تمثيل للمرأة الموريتانية في البرلمان، وهناك كوتا، هناك حصة ثابتة في خاصة بالتمثيل النسائي. هل هناك تصور ما لزيادة أو تحسين من المشاركة السياسية للمرأة الموريتانية؟ بسؤالي لمعالي وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة، هل هناك عملية رمضان، هل هناك تموين كافي للسلع الأساسية، السلع ذات الاستهلاك العالي في هذا الشهر الفضيل؟ أساسا لاحظنا في الأيام الأخيرة صعود لأسعار ما يعرف بالبطاطا وهذا مواد ذات استهلاك عالي في رمضان. شكرا. السؤال موجه لمعالي وزير التجهيز والنقل ناطق باسم الحكومة. السؤال حول مقطع الطرق ألاقى لمل، الشكل اللي عليه الآن ملتقى طريق الرابط بين ألاقى وبوتينيميت، الشكل اللي عليه الآن إلى متى سيظل؟ السؤال الأول كان تم تثبيت الأسعار بالنسبة لفترة رمضان، ونفس السؤال تكرر في السؤال الثالث اللي يتعلق هو الثاني، بكان موجود وفرة في المواد في السوق لهذه الفترة، ونفهم زيادة في سعر
البصل وطماطة شاع والله ومدتر شاعت الأيام. بالنسبة للسؤال الجزء الأول اللي هو يتعلق بوفرة المواد، السوق حالا المواد متوفرة فيه بشكل يغطي حاجة البلد شهر شهر عديدين، واللي نستوردوا من هاي المواد أكثر قاع من استهلاك موريتانيا أصلا شهريا. ويعي لذاك السبب كي تعرفوا يعي ياسر منه يقيس يعي بعض الدول الأخرى اللي مستغني عنه هناتي. نفس الوضعية هي السائدة اليوم في السوق، ما موجودة مادة اليوم بها ندرة في السوق، خالقين مادتين واللي وقع لهم بادع العالم ما هو خاص بموريتانيا اللي يقولوا له بوم دو تير والبصل، اللي يستورد منه من هولندا وبعض الدول الأوروبية كان فيه ندرة شرهم هم، وبالتالي انزادوا أسعاره في السوق شرهم للناس اللي يبيعوا لها في الخارج كاملة. وإحنا هون عندنا ذاك النوع خالقين موردين منه هون يجيبوه، غير خالقين اللي تجار يبيعوا اللي منتوج محلي، واحدين يبيعوا شيء جاي اللي من الدول المجاورة هون كيف السنغال أرخص من ذاك. وسابق رمضان وعدلت لجنة وجمعت مع الموردين ومع الطرفين اللي كرترك وحسبت معاهم أسعار ذا اللي مستورد ذا اللي يطيح عليهم هو به ونقلوا وتوافقت معاهم على السعر ما يقد ينباع بشي أكثر منه. غير هذه مادة أجنبية ومستوردة، وجمعهم على الآخرين اللي عندهم المادة الأخرى الموريتانية نفس النوع وجيدة ما فيها نقص، وعدلوا معهم أسعارهم اللي رخيصين بالنسبة للسوق حالي. وعند الإنسان الخيار اللي يجي للسوق إنه يشتري اللي مستورد والله يشتري اللي مستورد خالقه مردة، كانت اللي مقسية منه وقمدتها، لأن الدول الأوروبية اللي ذكرت اللي نادر فيهم حتى زراعته العام وإنتاجه هو البصل. وكانوا هون الناس كي تعرفوا في السوق العامية يقولوا تنباع الربطة معناها سقيبة من البصل واحدة من قمدتها غير جرام، ولين البصل واعر عداك معر الأخرى اللي هينا. توافقنا مع التجار والموزعين بأنها ممنوع حد يبيعهم جرام، ممنوع به اللي تزيد السعر للمواطن، وإحنا عندنا حق عطيهنا القانون هو حماية المستهلك. زيادة على ذا ربط قاع بين مادتين سوى شنو في المعاملات التجارية ممنوع. توافقنا معهم على ذا وطبقوه، وعاد كي تعرفوا استهلاك الأسرة يوميا من البصل ومن البوم دو تير في رمضان ما متقال اللي البصل قد حد يسري منه بصلة هي والله اثنتين والله ليبر والله عدد قليل ما هو كيوت. إذا البوم دو تير هينا اللي لا يشري، والبصل فعلا إذا منه الجاي من الخارج ما هو ذا اللي منتوج هون يقد يعود واعر بالنسبة للمنتج المحلي. يغير بعد واتفق مع الناس على السعر وانتشر في وسائل الإعلام في المواقع وفي التلفزة، ومعدل معهم محضر من اللي مقعينه الطرفين اللي هو هذا اللي يجيبوا اللي مستورد مقعين مع لجنة من الوزارة على محضر، وذو اللي ينتجوهون مقعين محضر مع الوزارة. والسلطات المحلية في كل مقاطعة وكل ولاية عالمة بذا ولا لا ينقبل أبدا زيادة في سعره. بمجهود آخر معدل مولي عدلت الحكومة هو المنتجين للبضاعة في داخل موريتانيا في منطقة التلازة وفي غورغول، وعدل معهم اتفاق عن طريق وزارة الزراعة اللي هي المسؤولة عن الإنتاج، ولا يفتحوا 40 محل في نواكشوط البيع هذه المواد اللي رخيصة مدة رمضان. إذا ذاك ملي دور يعاون في رخصة المواد. هون الشركة ملي موريتانية لا تفتح يلا تعود قاعد فتحت بلد للبيع في المطار القديم، لا تعود تبيع ذو المواد ملي بسعر رخيص. إذن هذا كامل يضمن أن الأسعار ما لا ينزادوا في رمضان، ويضمن مولين المواد اللي يتم توفرها في فترة رمضان بشكل كافي. واللي بعد قط تغير سعره بزيادة شوية لا لبصل وبوم دو تير المستوردين من أوروبا، وعدل فيهم الإجراء اللي قلت لكم.
انفصلت الربطه يلعت بوم دو تير هينا والبصل ملي تبقى معهم على السعر ما يقدوا ما يقدوا يزيدوا. وشكرا. بالنسبة للسؤال الأول عن الاستغلالية المالية للمرصد، مرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة كان دائما مستقل ماليا، وهذا الإجراء من شأنه أنه يزيد ويعزز من استقلاليته أكثر ماليا وإداريا، وياك يقوم بالمهام المنوطة به. بالنسبة للسؤال الثاني، متى يبدأ بث قناة الأسرة؟ قناة الأسرة بثها بدأ، انطلقت في 8 من مارس مناسبة الاحتفاليات الدولية لعيد المرأة، وإن شاء الله تبارك مع مسطرته إن شاء الله رمضانية قريب. بالنسبة للسؤال الثالث حول المشاريع المجهزة للبيئات الهشة خلال شهر رمضان الكريم، الأسابيع الماضية قررت الحكومة جملة من الإجراءات تستهدف جلها الطبقات الهشة والناس اللي محدودة الدخل، والوزارة كانت دائما عندها برنامج ومستمر سواء كان خلال شهر رمضان والله في الأشهر العادية اللي هو تحويلات النقدية لصالح الفئات الهشة والمرضى المزمنين، وإن شاء الله هذا رمضان سيتوج إن شاء الله بعملية لرمضان تستهدف تقريبا 10,000 أسرة إن شاء الله. أما بالنسبة للتصور من أجل زيادة المشاركة السياسية للمرأة، دور عود تابعته كاملين الأيام الماضية، انطلقت يوم الأحد الماضي انطلقت حملة برعاية السيدة الأولى، حملة مناصرة المشاركة السياسية للمرأة، من أهدافها أعلنها تشجع لزيادة عدد النساء المنتخبات وترشيحهم، وطبعا عبر مشاركتهم اللي منهم من قبل ترشحها والله ورشت وشاركوها في حملتها، ونعاونها بالدعم بموجب الاتفاقية اللي وقعنا الأشهر الماضية مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية الأفريد، والمرحلة الثالثة اللي هي تكوينها طبعا بعدين تعود عادة منتخبة ونشهد. وأشكركم. السلام عليكم. شكرا. السؤال الأول يتعلق ب التصريح اللي قلته اللي ناكر فيه حد من اليمين متطرف الشعب الفلسطيني، نختار عن نقول عن الشعب الفلسطيني الشعب موجود، وإذا التصريح يكذب الواقع ويكذب التاريخ ويكذب ملي النضال الفلسطيني اليوم. فيما يخص تعليق على 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 الكلام اللي قال المتطرف، كيف تعرفوا كلام المتطرفين كلام يومي والجواب عليه يعطيه أهمية قاع ما يستحقها، وبالتالي ما نرى جدوائية في التعليق عليه باللي ما هو أساسي نعطوه قاع أهمية ما عنده. فيما يخص طريق ألاق بوتليميت، نختار نقول عن الطريق تمت صفقة لمحورين من الصفقتين، من ألاق إلى أجوار ومن من بوتليميت إلى أجوار ومن أجوار إلى ألاق. فيما يخص المقطع الأول متقدم جدا، والعمل كامل حسب الصفقة الإشغال المضالطة كانت تنتهي كلها يوم 28 فبراير المقصري، ها هو اللي في الصفقة، وفي تأخر متفاوت حسب المقاطع الاثنين، لكن في تأخر معتبر في المقطع اللي بين أجوير وولاك. نحن متابعين القضية، وفهم مهندسين من القطاع يوميا شارفين عليه يحسوا في التقدم إن شاء الله، وذاك اللي في الصفقة من عقوبات سواء تعني التأخر ولا تعني خصوصيات الفنية الدور يتم تطبيقه بإذن الله. وشكراً.